ومعنا من القاهرة سيدة إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الأعمال الإعلام في وكالة أونروا بقطاع غزة. سيدة حمدان، أفادت الوكالة إذن بأن الاحتلال الإسرائيلي يقصف ساحة مستشفى شهداء الأقصى ويحرق خياما للنازحين في غزة، ما الذي وثقتموه خلال هذه العملية؟ مساء الخير واهلا بك، تحياتي. يعني بالتاكيد هو يوم اخر من الرعب، ونفس المسلسل لنقل من العنف يتكرر مع اختلاف ربما الاماكن فقط. يعني عدد من الضحايا سقطوا في هذه الحادثه المؤسفه يوم امس، وكما ذكرت يعني لا تزال هذه الهجمات او القصف يتكرر في اماكن مختلفه، وفي حتى انه عدد منها طال منشات تابعه للأونروا، وكما كنا نتابع في الاسابيع والاشهر الماضيه. للاسف يعني المدنيون هم من يدفع الثمن في ظل هذه الظروف الكارثيه التي لا يزال القطاع يعاني منها حتى عقب مرور سنه على بدء هذه الحرب. سيدة حمدان، ضمن المتابعة أيضا الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة تابعة للأونر وتؤوي عائلات في النصيرات، كان من المقرر استخدامها اليوم كموقع للتطعيم ضد شلل الأطفال. لا أعلم إن كان جيش الاحتلال تلقى تعليمات أو إخطارات مسبقة بأن هذا المكان سيستخدم للتطعيم ضد شلل الأطفال، ومن ثم قام باستهداف المنشأة. الأونروا أعلنت منذ أيام بأنه الحملة أو الجولة الثانية من حملة تطعيم التي تهدف للوصول للأطفال ممن هم دون سن العاشرة لإيصال اللقاحات الخاصة بشلل الأطفال بأنها ستبدأ في المنطقة الوسطى، وكنا قد خططنا لذلك منذ أيام. يعني لا نعلم لماذا يتم قصف هذه المنشآت، رغم أنها كما ذكرتي كانت ستستخدم بالفعل كنقطة طبية أو كمكان يذهب إليه النازحون ويصطحبون أطفالهم من أجل تلقي الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال. للأسف هذه ليست المرة الأولى كما ذكرت، يعني حتى الآن نتحدث نحن عن تقريبا 85% من مدارس الأونروا أو المباني المدرسية للأونروا منذ بدء الحرب قصفت، ويعني تقاريرنا تتحدث عن على الأقل مثلا 600 شخص قتلوا أثناء الأشهر الماضية بينما كانوا يحتمون في هذه المدارس. يعني الكل يعرف والقوانين الدولية تنص على أنه هذه مدارس أو مباني تابعة للأونروا، ويعني يجب أن يتم حمايتها أو تحييدها في فترة الصراع، ولكن للأسف ما يحدث في قطاع غزة عكس ذلك، ويعني هناك انتهاكات خطيرة تحدث. لا أعلم إن كان تسنى لكم تأمين موقع بديل لكي يتم من خلاله تطعيم الأطفال بعد هذه الغارة التي استهدفت المدرسة التي كانت من المفترض أن يتم تطعيم الأطفال فيها. سيدة حمدان، هناك الكثير من المنشآت ونقاط أيضا الطبية المتنقلة في المنطقة الوسطى التي حددناها لتلقي لقاحات شلل الأطفال. يعني يستطيع النازحون في المناطق الوسطى من قطاع غزة التوجه لأي من هذه المراكز الصحية أو المنشآت. هناك أيضا فرق طبية متنقلة تقوم أيضا بإيصال هذه اللقاحات للأطفال لمن هم دون سن العاشرة. نأمل أن تستمر هذه الحملة كما هو مخطط لها. اليوم بدأت في المنطقة الوسطى، ستستمر لثلاثة أيام بالإضافة إلى يوم إضافي إذا ما احتاج الأمر، ثم ستنتقل إلى المناطق الجنوبية. هذه حملة مهمة جدا، ويجب أن تصل هذه اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الأطفال. أشكرك جزيلا لكل هذه المعلومات من القاهرة. كنت معنا إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة أونروا بقطاع غزة.